استعدادات كلش ممتازة، احنا كنا يعني من الافضل الدول في الاستعدادات هذه. سجلوا حق التطعيم، ترى هاي الشيء حق مصلحتكم، حق مصلحة المجتمع البحريني. طبعا خذيت معلومات عن اللقاح اللي سجلت له من تطبيق مجتمع واعي، قريت عنه شوي وخذيت من وزارة الصحة بعد، قريت عنه بالإنستغرام في السوشيال ميديا في حسابهم شنو هو التطعيم. على طول سجلت حق اللقاح يعني قبل يومين عشان احافظ على سلامة عائلتي، سلامة الوطن اهم شيء يعني، ونقدر جهود وزارة الصحة في التنظيم في كل شيء.